من جهة ثانية انتشرت كمان كذا صورة لإيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر وبتوثق حياتهم الجديدة خارج البيت الأبيض. في الصور كان واضح أن الزوجين مستمتعين بالشمس وشاطئ مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وظهروا بملابس البحر بدل الزي الرسمي اللي اعتدنا أن نشوفهم فيه خلال فترة حكم دونالد ترامب والد إيفانكا، لأنه خلالها كانوا هي وزوجها بيعملوا كمستشارين له. كمان انتشرت عدة لقطات عفوية لإيفانكا مع أطفالها وهم بيشتروا آيس كريم، وكان في لقطات تانية لهم وهي واقفة بشرفة شقتها الجديدة واللي قيل إنه إيجارها الشهري بيزيد على 50,000 دولار، ويمكن الإيجار مرتفع لأنها مطلة على المحيط وبتقع في حي سيرفسايد الفاخر، وقيل إنه هذه الشقة هي العنوان المؤقت قبل أن ينتقلوا لبيت أكبر.